مساء الخير عليكم في يوم جديد وحلقة جديدة من طبق طبقنا. إن شاء الله هنكون معاكم من واحدة لاثنين. يلا كلمونا على أرقام التليفون اللي ظهر قدامكم على الشاشة، وما تنسوش إن أي وصفة حابين ترجعوا لها بترجعوا لها على قناة إي تي سي على اليوتيوب، بتلاقوا كل الوصفات من أول ما بدأنا لحد دلوقتي. النهاردة عاملين حلقة كده فيها معجنات، وأنا عارفة أنتوا بتحبوا المعجنات زيي، فدايما بتحبوا ان احنا نعمل حلقات معجنات. هنعمل رولات كده بيتزا حلوه جدا، تعالوا هنقول لكم هنعملها ازاي وهقول لكم المقادير بتاعتها، وهتبقى طعمها حلو جدا، وتقدروا برضو تنوعوا في الحشو زي ما انتم حابين. يعني احنا هنعمل حشوات مختلفه النهارده، انتم تقدروا تختاروا اللي موجود عندكم وتعملوا بيه. تعالوا نشوف المقادير ونشتغل مع بعض. محتاجه للعجينه، هشتغل بعجينة بيتزا عادية خالص، تمام، اللي هي عبارة عن ايه، عن كيلو من الدقيق. انا هنا عندي نص الكمية، يعني عشان خبزة قبل كده العجينة خمرانة، فانتوا اشتغلوا بقى بنص كيلو بكيلو على حسب ما انتوا حابين. انا هعمل حوالي كيلو دقيق، عليهم معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة كبيرة من السكر، وعندي كمان رشة ملح وربع كوباية من الزيت. لو عندي زيت زيتون بيديني طعم احلى كتير، لو ما عنديش هشتغل بزيت عادي، تمام، وميه دافيه للعجن. خلاص، وصفار بيضة. صفار البيضة ده هعمله للوش، مش يعني مش هدخله مع العجينه. والحشو بقى ممكن هوت دوج، ممكن جبنه شيدر، جبنه موتزاريلا، تونه، فلفل الوان، طماطم، بصل، زيتون. كل دي افكار مش ضروري خالص تكونوا عندكم كلها او تعملوا بيها كلها. كل الحاجات دي مجرد بس ايه، افكار مش اكتر من كده. انا هجيب بس كده ايه شويه ميه. يلا بينا. يبقى احنا كده عندنا كيلو دقيق، معلقه خميره، معلقه سكر، رشه ملح، ربع كوبايه من الزيت، ميه دافيه للعجن، وصفار بيضه للوش. والحشو عندي هوت دوج، عندي جبنه شيدر، جبنه موتزاريلا، تونه، فلفل الوان، طماطم، بصل، زيتون، اي حاجه انتوا حابين تعملوها. لو هتعملوا حشوات تونه تقدروا تحطوا شويه سماق معاها، بتبقى حلوه جدا، يعني براحتكم خالص. احنا هنا لو خدتوا بالكم احنا مش هنبقى عاملين صلصه، فالنقطه بتاعت الصلصه دي مش هتبقى موجوده، فانتوا برضو لو حابين ان انتوا تزودوها براحتكم. اديني الطماطم يا اسلام، ما جبتهاليش. لو حابين تزودوا صلصه، بس انا ما رشحش ان احنا نعمل صلصه في الوصفه اللي احنا هنعملها دي، هتفهموا ليه واحنا شغالين فيها. تمام، اول حاجه تعالوا نعمل العجين. عندي في العجان كده هحط الخميره على الدقيق والسكر كمان، معلقه خميره، معلقه سكر، رشه ملح على الدقيق، وكل ده كده في العجان، وهبدا احط عليه ربع كوبايه من الزيت، وهسيب معلقه في الاخر الم بيها زي ما احنا متعودين في اي عجن. اهو بصوا، هسيب المعلقه دي، هقوم لما العجينه بيها في الاخر. انا عايزه كمان في طماطم وفلفل كمان، خليه يكمل عنده. يلا بينا. وعندي بقى ميه دافيه هعجن بيها، هحط كده شويه ميه سخنه كده ادفي الميه اللي عندي. اهو عايزه ميه تبقى دافيه كده ابدا ان انا اعجن بيها. هتاخد الكيلو هياخد حوالي نص لتر من الميه. هو عموما في الطبيعي كل كوبايه، لو انتوا عايزين يعني تعرفوا العجينه تقريبا اي عجينه هتاخد منكم مقدار سوائل قد ايه. وانا بتكلم طبعا على السوائل مش الميه بس، لان احيانا بيبقى عندي عجينه فيها زبده وبيض ولبن وزبادي، كل دي تعتبر سوائل، خلي بالكم. فمقدار لو انتوا عايزين مثلا تعرفوا ان المقدار بتاع العجينه دي السوائل بالتقريب كده مناسب ولا لا، كل كوباية دقيق بتاخد حوالي تلت كوباية من السوائل. كل كوباية دقيق بتاخد حوالي تلت كوباية من السوائل، مش بالظبط، لان طبعا الدقيق بيختلف، دقيق عن دقيق بيختلف. فده انتوا تقدروا ان انتوا يعني تشوفوه على حسب نوع الدقيق وانتوا بتخبزوا، بس بالتقريب كل كوباية دقيق بتاخد تلت كوباية من السوائل، سواء بقى مية، سواء لبن، سواء زبادي، سواء زبدة، سمنة، كل الحاجات دي تعتبر سوائل. هبدأ بقى اعجن.
احط معلقه الزيت اللي انا سبتها بعد ما الم العجينه كده، اقوم لما بيها بتفرق قوي في العجن الحركه دي. طبعا بعجن كويس جدا، بفضل اعجن كويس قوي اهو. بصوا العجينه عايزه اوريها لكم كده، طبعا مش ده بس اللي انا بعجن بيه، لا انا مش بستكفي بالعجن ده، انا عايزه اعجنها كمان لسه. بصوا لسه بتلزق شويه كده، انا عايزه العجينه طريه بس ما تكونش بتلزق التلزيقه الجامده دي، ابقى ايدي بتنضف مكانها. لو انا بعد ما عجنتها احس ان هي لسه ملزقه التلزيقه دي، برش رشه دقيق كده وبلمها. تمام، بعجن كويس جدا لحد ما العجينه كلها عندي تتعجن، ما يبقاش فيها اي مسامات كده مفتوحه كده او تبقى معرجه او تبقى ناعمه خالص بالشكل اللي شايفينه. بصوا اهي، بصوا اهي ايدي خلاص بتنضف، بلمها ملزقه تلزيقه بسيطه، لو لسه فيها سنه برش رشه دقيق. خلاص اهو محتاجه سن الدقيق كمان، الم بيها كده العجينه اهو اهو، وببدا كده اعجن واسيبها تخمر. خلاص اهو